طلاب الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقي ولقاء جديد إن شاء الله في مساق محاسبة لي اثنين. اليوم إن شاء الله هنتناول آخر شيء في الفصل الرابع، وهو حل التمارين. تمام إن شاء الله، وهيك بنكون أنهينا الفصل الرابع. طبعا هحل أول 4 تمارين إن شاء الله. التمرين الأول بيحكي لي بسيط وسلس، بيحكي لي ظهرت الأرصدة التالية بميزان ومراجعة لأحد المشاريع في 1/3/12/2006. قال لي كان عندي رصيد المدينون 5500، وفي عنده ديون معدومة مسبقا. ركزوا في كلامي منيح، ما دام ظهرت في ميزان المراجعة معناها إنها ديون أعدمت ولكن لم تقفل، لأن الإقفال يتم في نهاية العام. طيب قال لي رصيد مدينون 5500، ديون معدومة أعدمت ب 200 دينار، وعنده مخصص مكون مسبقا بقيمة 300 دينار. قال لي عند الجرد تبين إنه في كمان زبائن أو عملاء أو مدينون مفقود الأمل فيهم إنهم يسددوا، فأعدم ديون بما قيمته 500 دينار. بالإضافة إنه قال لي بعد ما أعدم الدين عمل تعديل للمخصص ليصبح 400 دينار. هنجيب لك إياه سهل، أداك المبلغ جاهز ما أدكش نسبة. قال لك اعمل لي قيود التسوية والإقفال الخاصة بالموضوع. أول شغلة بعملها رقم واحد دايما فيما يتعلق بموضوع جرد المدينون أو جرد المدينين، رقم واحد ديون معدومة بخلصها، بنتقل رقم اثنين مخصص ديون مشكوك فيها بخلصها، رقم ثلاثة مخصص خصم مسموح به إن وجد. تمام، هي الأولويات. فببدأ أول عملية عندي، قال لي وعند الجرد أول نقطة تبين أن هناك ديون معدومة جديدة قيمتها 500 دينار، على طول بروح بعمل إيش؟ بروح بعمل قيد الديون المعدومة، إعدام الدين من حساب الديون المعدومة إلى حساب المدينون بقيمة 500 دينار. طب باجي أقفل، هقفل ب 500؟ لا ركزوا معي هان، باجي بقفل بإجمالي رصيد المدينون، الإعدام اللي أنا أعدمته جديد مع الرصيد اللي ظهر عندي في ميزان المراجعة 200 زائد 500 الجداد 700، فبروح بعمل قيد إقفال للديون المعدومة بقيمة 700 من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب الديون المعدومة. من وين أجد 700؟ 500 اللي أعدمناهم الحين، وفي 200 موجود في ميزان المراجعة. طيب باجي بعديها لنقطة رقم اثنين، تقرر عمل أو تعديل اللي هو مخصص الديون المشكوك فيها بقيمة 400 دينار. بروح أنا عندي 300، أنا عندي قديش؟ 300. هو قال لي بده يخليه 400، معناها إنه المخصص بده يزيد. قديش الفرق الزيادة من 300 ل 400؟ 100، معناها بدي أزيد المخصص بقيمة 100. المخصص دائن، لما أزيده لازم أن يكون في الطرف الدائن، فبقول من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مخصص ديون مشكوك فيها 100 100. سؤال سلس وبسيط ومباشر. طيب نيجي ده تمرين رقم اثنين، قال لي ظهرت الأرصدة التالية في أحد ميزانية ميزان المراجعة لأحد المشاريع في 1/3/12. قال لي مدينون كان 5125 وديون معدومة 200 وعنده مخصص 250. قال لي عند الجرد تبين ان في ديون معدومه بده يعدمها كمان 125، وعنده تقرر عمل او تعديل المخصص ليصبح 350. اعمل قيود التسويه والاقفال، وبدك تصور الارباح والخسائر كل شيء ماشي. بروح اول حاجه بدي اعمل اعدام ل 125، ايش بده يكون القيد؟ من حساب الديون المعدومه الى حساب الايش المدينون 125 125. مظبوط مظبوط، هاي اعدمنا 125 125. طب لما اجي اقفل، لا بدي اقفل بالجديد والقديم. الجديد 125 والقديم 200، هاي 325. اذا من حساب الارباح والخسائر الى حساب الديون المعدومه. طب والمخصص؟ قال لي هو عنده مخصص سابق 250 وطلب مني اني اعدل المخصص ليصبح 350، معناها انه 350 ناقص 250 بدي ازود المخصص بقيمه 100 دينار من حساب الارباح والخسائر الى حساب مخصص ديون مشكوك فيها 100 100. واصور له الحسابات، هي الرصيد السابق 5150 لما اعدمت الدين، مش قلنا من حساب المدينون الى
حساب من حساب الديون المعدومة إلى حساب المدينون، أي إلى حساب المدينون 5125 ناقص 125، بضل عندي رصيد 5000 هيظهر في الميزانية العمومية. أما الديون المعدومة في رصيد سابق 200 وفي 125 اللي هو قيد اللي عملناه إحنا، فبيكون 325 طبعا على حساب الأرباح والخسائر يقفل طبعا حساب الديون المعدومة، بيتم إقفاله. أما المخصص لاحظوا كان عندي 250 وعملت له قيد بالزيادة 100، تمام، بيصير ب 350، تمام. الأرباح والخسائر تظهر عندي مرحل إلها 125 ديون معدومة و100 مخصص ديون مشكوك فيها، وفي الميزانية العمومية 5000 ناقص 350 قيمة المخصص، بيكون صافي رصيد المدينون 4650. طيب نيجي لتمرين رقم 3. تمرين رقم 3 بيحكي لي ظهرت الأرصدة التالية ميزان المراجعة لأحد المشاريع في 31/12/2006. قال لي كان رصيد الأوراق المالية 2000 وأوراق القبض 3000، عندي مخصص هبوط أوراق مالية 200 وخصم أوراق قبض 30. قال لي سعر الأوراق المالية السوقي 1500، مخصص الخصم كان المقرر تكوينه إنه يكون 10%، تمام، على مدة استحقاق 60 يوم. قال لي اعمل قيود التسوية والإقفال. لازم نمسك واحدة واحدة. أول حاجة أوراق مالية، عندي أوراق مالية قيمتها الدفترية 2000 قيمتها السوقية 1500، معناها انه انا في عندي فرق خسارة متوقع قديش؟ 500 دينار. يعني معناها انه لازم يكون عندي مخصص بقيمة 500 دينار. طب انا اطلع في مخصص سابق 200، معناها انه انا ال 500 ال 200 عشان تصير 500 معناها بدي ازودها بقديش؟ ب 300. عشان هيك بدنا نقول اول حاجة 2000 هي مخصص المطلوب تكوينه، 2000 ناقص 1500 500. تعديل المخصص بالفرق زيادة اللي هو 500 ناقص 200، معناها بدي أزود المخصص بقيمة 300 عشان يصير قديش؟ 500. زي واحد بيقول لك أنت معك بدك تشتري جوال ب 500 شيكل، معك منهم 200 شيكل، قديش ناقص عليك عشان يصيروا 500؟ قلت له 300. نفس الفكرة، أنا بدي أصل للمخصص أنه يصبح 500، عندي 200 مسبقا، معناها بدي أزوده ب 300، فهعمل قيد من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مخصص هبوط أوراق مالية. طيب اما اوراق القبض، قال لي انت عندك اوراق قبض، تمام، قيمتها 3000، نسبه الخصم 10%، مده استحقاقها 60 يوم، وعندك مخصص سابق بقيمه 30 دينار. قلت له برضه لازم اعمل اخده في عين الاعتبار تعديل المخصص، 3000 في 10% على 60 على 360 بيطلع 50 دينار. طب انا عندي مخصص سابق بقديش؟ قلت له ب 30، 50 ناقص 30 20 دينار. اذا هعمل هزيد المخصص من حساب أرباح وخسائر إلى مخصص خصم أوراق قبض 2020. طيب هيك بنكون أنهينا التمرين الثالث. أما بالنسبة للتمرين الرابع، فعندي ميزان مراجعة في حساب المدينون 9250، ديون معدومة 330، مخصص ديون مشكوك فيها 540، وخصم مسموح به 150. وأجا قال لي تمام عند الجرد بده يعدم دين 250. قلنا اول حاجة دايما الديون المعدومة، بعدين بعمل تعديل للمخصص ديون مشكوك فيه، بعدين تعديل مخصص الخصم المسموح به. طبعا انا هعمل اول مطلوب فقط اللي هو اجراء القيود التسوية، لانه انا صورت في مثال في تمرين سابق الحسابات وبينت اثرها على الارباح والخسائر بشكل شامل. طيب اول حاجة بدي اعدم الدين الجديد 250، بدي اعمل قيد من حساب الديون المعدومة الى حساب المدينون 250 250، وعلى طول بعديها بعمل الاقفال. بقديش الاقفال؟ قلت له بالقديم والجديد، عندي 330، لاحظوا هيو 330 قديم مع 250 جداد، بيطلع عندي 580 من حساب الارباح والخسائر الى حساب الديون المعدومة. تمام تمام اعدمنا الدين، اعدمنا الدين. طيب اقفلناه، اقفلناه، خلصنا. المخصص المطلوب تكوينه، قلت انا كان عندي المدينون قديش؟ كان عندي المدينون 9250، صح؟ لاحظوا معي مش باخد الرصيد اللي هان، بتطلع 9250 بيغشنيش، خصمت منه قديش؟ خفضت منه 250 الدين اللي اعدمته جديد، اذا ضل عندي المدينون قديش صافي القيمه عندي؟ صارت عندي 9000. من وين اجت ال 9000؟
اللي هي عبارة عن 9250 اللي في ميزان المراجعة، تمام، مخصوم منها ايش؟ الدين اللي اعدمته اخر اشي، اعدام دين جديد بقيمة 250، ضل عندي 9000. 9000 ضرب 3% لقيته 270. قال لي طب انا، قال لي بدك تعمل مخصص 270. قلت له طب انا عندي مخصص بقديش؟ حسب السؤال مديني مخصص سابق ب 540، معناها انه انا المخصص بديش اياه ب 540، انا بدي اياه 270. قال لي اذا بدك تخفضه. بدي اخفضه 547 ناقص هي القديم ناقص الجديد، بيطلع عندي قيمة الفرق 270 اللي بدي انقصها. فبقول من حساب المخصص، لاحظ المخصص هن اجى في الطرف المدين، ليش؟ لانه بده ينقص، بده يتخفض، تمام؟ فبيجي في الطرف المدين من حساب مخصص ديون مشكوك فيها الى حساب الارباح والخسائر 270. طيب خلصنا؟ قال لي لا، بدك تعمل ايش؟ مخصص، تعديل مخصص خصم مسموح به. قلت له انا عندي مخصص الحين بدي اعمله من صافي الصافي، ذاكرين لما كنت اقول لكم صافي الصافي، يعني انا صفيته من الديون المعدومه اول شيء صار 9000، هلقيت بدي اصفيه كمان من الخصم ايش؟ المخصص، خصم المخصص خصم مسموح به، مش خصم مسموح، ديون مشكوك فيها 9000 ناقص 270 بضل عندي قديش؟ بضل عندي 8730. بروح بضربها على 2% بتطلع 174.6. طب انا عندي مخصص سابق بقيمة قديش؟ عندي مخصص سابق بقيمة 150، تمام. اذا انا بدي ازود بالفرق اللي هو 174 ناقص 150 ب 24.6 من حساب الارباح والخسائر الى حساب مخصص خصم مسموح به ب 24.6. 24.6. اما بقى التصوير وما التصوير، زي ما شفنا هيو، زي ما حلينا في التمرين الثاني، بنصور حساب المدينون، ديون معدومه، مخصص ديون مشكوك فيها، بس هنضيف جديد كمان تصوير لمخصص خصم مسموح به. والميزانيه العموميه زي ما انتم شايفين، طبعا موجود حل لنفس التصويرات هذه موجود في امثله الكتاب. هيك بكون انا انهيت من عندي، ان شاء الله هرفع لكم كمان نشاط رقم 4 الخاص بتمارين الوحده، تمام، وبأسئلة الوحدة ومواضيع الوحدة. يعطيكم العافية، وإن شاء الله نلتقي في لقاء جديد في الوحدة الخامسة اللي هو جرد الأصول المتداولة الجزء الثاني.